كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعوه زدنا يا مولانا علما. إذا تعذر تغسيل الميت فإنه يصب عليه الماء صبا، فإن تعذر ييمم بالتراب. فيضرب رجل أو امرأة يدي الميت، إن كان الميت رجلا فيضرب يديه رجل، وإن كانت امرأة يضرب يديها امرأة، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. فنأخذ يدي الميت ونضربها على التراب، ونمسح بيدي الميت المعفرتين بالتراب وجهه وكفيه. طبعا هناك حالات نحتاج فيها إلى هذا، قد أحيانا يكون مثل محترق أو بعض الحالات التي تكون فيها الجثة غير قابلة للتغسيل مثلا. قال ابن قدامة رحمه الله: والمجدور يعني المصاب بالجدري، وهو قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح. والمحترق والغريق إذا أمكن غسله غسل، وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ولم يمس. فإن خيف تقطعه بالماء، يعني حتى لو صبنا عليه، بعض الجثث تكون متحللة يكون فيها أوضاع خاصة، فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل، ويُيمَّم إن أمكن. كالحي الذي يؤذيه الماء، الحي إذا كان يؤذيه الماء ماذا نفعل به؟ نقول له تيمم. وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء يُيمَّم، وإن تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله، ويُيمَّم الباقي كالحي سواء المغني. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كما في فتاويه: كيف يتم تغسيل الإنسان الذي يموت في حادث ويتشوه جسمه وربما تقطع بعض أجزائه؟ فأجاب رحمه الله: يجب تغسيله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنه ييمم، لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك. ومثله في فتاوى اللجنة الدائمة.